هاد الندوة الصحفية التي تعقد لك عقدها ائتلاف دولي لمنع تزويج الطفلات كي تجي من أجل عرض الفيديو التحسيسي الثاني في إطار الشطر الثاني من الحملة الرقمية اللي كتقوم بها ائتلاف دولي لمنع تزويج الطفلات من أجل التحسيس بالمخاطر من جهة والعواقب ديال تزويج الطفلات أقل من سن الرشد القانوني من جهة، ومن جهة أخرى من أجل التذكير بالتوصيات اللي سبق الائتلاف الدولي لمنع تزويج الطفلات أنه تقدم بهم في إطار مذكرة ترافعية اللي تم تقديمها وتوجيهها للمسؤولين المشرع والأعضاء والفرق البرلمانية بطبيعة الحال. ومن جهة ثالثة فهذه الندوة كتجي في إطار الحملة الإعلامية الثانية أو الرقمية الثانية اللي كيتم ترويج فيها العدد من الفيديوهات من أجل التحسيس بمخاطر تزويج الطفلات والعواقب دياله والتوصيات اللي لازم أن يتم اعتمادها من أجل الحد من مثل هذه الممارسات بطبيعة الحال عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، على اعتبار أننا كلنا كنعرفوا الأهمية ديال وسائل التواصل الاجتماعي في إطار التحسيس ورفع الوعي، بالإضافة للحملات الترافعية اللي كيقوم بها الائتلاف عن طريق الأعضاء ديالو اللي كيوصلوا ل 26 جمعية في عدد من مجموع مناطق المملكة المغربية. من الحملة الرقمية عندي أمل أننا نساهموا من موقع حدا خيراوي، رئيسة جمعية تسقنا، إحدى الجمعيات المؤسسة لائتلاف دنيا لمنع تزويج الطفلات. كنقوم اليوم بهذه الحملة التحسيسية اللي عنوانها عندي أمل، غوري أنا روز، I have hope، جيدو لسبواغ للقضاء على ظاهرة اللي كتنخر المجتمع ديالنا. هذه الظاهرة كتخص الطفلات بالدرجة الأولى، وبالتالي احنا كنحسوا الرأي العام وكذلك المشرع قبل ما تراجع مدونة الأسرة باش تحذف المواد 20-21-22 اللي كتعطيها مش لسادة القضاة اللي كيزوجوا الطفلات، وبالتالي كنناشدوا كذلك جميع القطاعات المعنية بالطفولة على رأسها قطاع التربية والتعليم باش انها توفر جميع البنية اللي كتضمن مقعد الدراسة لجميع بنات وأبناء الوطن. دونك عندي أمل أننا نقضيو أو على الأقل نقللوا من هذه الظاهرة هذه، وخاصة أننا كنسعاو لواحد النموذج تنموي اللي يشارك فيه جميع أطياف المجتمع، كيف لو وأن نصف المجتمع ديالنا إلا ما كانش أكثر هو نساء أو طفلة اليوم اللي هما نساء الغد. اليوم احنا حاضرين في لقاء مهم جدا، هو عندي أمل، عندي أمل من أجل المنع الكلي لتزويج الطفلات، عندي أمل من أجل حذف الفصول المتعلقة بزواج الطفلات في قانون الأسرة 20-21-22، عندي أمل باش البنيات دورهم الرئيسي هو المدرسة، عندي أمل باش البنات القاصرات الصغيرات أن يكون عندهم يعيشوا مع الأسر ديالهم، يكونوا في حضن الأسر ما يكونوش في حضن راجل كهل ولا راجل في مقتبل العمر، عندي أمل باش الدولة تهتم بتعبيد الطرقات، بتوفير المدارس الداخليات، كذلك إعطاء بعض الإمكانيات المادية للأسر الفقيرة باش نشجعوا على التعليم ماشي نشجعوا على تزويج الطفلات. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سي تي في.